لم يمنع قيض صيف نادر في موسكو عشرات الآثوريين الروس من الاعتصام أمام السفارة العراقية احتجاجاً على حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء الرافدين على يد قوات الاحتلال والمنظمات الإرهابية. وطالت أحفاد بنات الحضارة العراقية القديمة الآثوريين والكلدان مع كل أبناء العراق. يتعرض أبناء العراق ومنهم إخوتنا الآثوريين إلى حرب إبادة حقيقية في أرض الحضارات. نحن نطالب بإنهاء الاحتلال الأنجلو أمريكي ونحمله المسؤولية عن المآسي التي يعيشها العراق. نطالب الحكومة العراقية بوقف الاعتداءات على الكنائس وحماية مسيحيي العراق الذين تعايشوا بمحبة وسلام منذ الأزل مع الديانات الأخرى. وإذ يرفع المعتصمون شعارات تندد بما يعتبرونه إبادة عرقية، يذهب بعضهم إلى القول إن المحنة العراقية شملت الجميع. المشكلة هي الاحتلال، الغزو الأمريكي للعراق شكل أرضية تصارع بين شعوب المنطقة ككل والعراق بشكل خاص. الصراع الذي يدور في العراق هو من صنع الإمبريالية الأمريكية بشكل خاص، يعني يريدون أن يشبكوا المنطقة بحرب دائمة لكي يستفيدوا من ثروات هذه المنطقة. وسلم المعتصمون مذكرة إلى السفارة العراقية تضمنت مطالبهم، في مقدمتها توفير الأمن لمسيحيي العراق الذين سقط منهم المئات وهاجر الألوف منذ الاحتلال. وشددت المذكرة على وحدة واستقلال وحرية العراق. بهذا اللحن العراقي الحزين اختتم المعتصمون احتجاجهم أمام السفارة العراقية ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها العراقيون ومن بينهم الآثوريون سكان العراق الأصليين. سلام مسافر، روسيا اليوم، موسكو.